ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي المحاضرة الخامسة من الفيجن. انا هشرح المحاضرة الخامسة والستة والسابعة. يا رب اقدر افيدكم بقدر المعلومات البسيطة اللي عندي يعني فيهم. طيب المحاضرة الخامسة هو بيتكلم لي عن الايمج بري بروسيسنج. ببتدي ان انا هعمل بروسيس على الصور اللي عندي، فانا بيشرح لي حاجة اسمها النيبورهود. النيبورهود فكرتها كالاتي: النيبورهود بيبقى انا عندي فيها في صورة عندي بتتكون من مجموعة من البكسلات. دي مثلا على مثال اللي هو الاوريجين الايمج ديت، دي بتبقى الصورة بتاعتي بتتقسم كده لمجموعة من المربعات، كل مربع دوت بيدل عن البكسل. فانا ببتدي امشي على كل مربع واعمل عليه اوبريشن ما. طيب فتيجي هنا النيبورهود بيقول لي فيها ان انا لما باجي اقف على بكسل ما معينة عايز اعمل عليها اوبريشن، ببتدي اخد كل البكسلات اللي حواليها، يعني بيبقوا 8 بكسلات وبيها بتبقى 9 بكسلات. ببتدي اخد التسع بكسلات دول اعمل عليهم اوبريشن ما، وبعد كده ابتدي اخد الاوتبوت اللي بيطلع لي واحطه في نفس مكان السنتر بكسل ولكن في الصورة الجديدة اللي هي الاوتبوت ايمج. دي فكرة النيبورهود. بعد كده بيبتدي يقول لي ان انا عندي ممكن مجموعة البكسلات دول باخدهم ممكن اطبق عليهم اوبريتور ما او ويندو ما، سواء كانت فلتر او ماسك ايا كان. طيب فبيقول لي الاوبريتور دول ممكن يبقى حاجة من الحاجتين، ممكن تبقى حاجة اسمها الكونفولوشن وممكن تبقى حاجة اسمها الكوريليشن. طيب عايزين نعرف ان الكونفولوشن والكوريليشن الاتنين دول بيشتغلوا مع السيجنالز. طيب الكونفولوشن فكرته ان اللي هو بيبتدي يدمج اتنين سيجنال مع بعض، الكوريليشن بيبتدي يشوف السيميلاريتي بين الايه او مقياس السيميلاريتي بين الاتنين سيجنال. يبقى نخلي بالنا ان هما بيشتغلوا مع السيجنال، دي نقطة مهمة. طيب فبيبتدي يقول لي بقى الكوريليشن فكرتها ايه. الكوريليشن بيقول لي الفرق بينها وبين الكونفولوشن ان الكوريليشن التوتال ويت بتاعها بيكون واحد. طيب اشمعنى الواحد؟ الواحد عشان خاطر تبقى الانتنستي بتاعت الصوره الاوتبوت هي نفس الانتنستي بتاعت الانبوت ايمج اللي داخلاني. ايه هو الانتنستي؟ الانتنستي دوت هو الالوان بتاعت الصوره بتاعتي. طيب نخش سوري انا كنت هعديها. طيب ايه اللي انا بعمله في الكورليشن بالظبط؟ اللي بعمله كالاتي: انا بتبقى عندي الويندو بتاعت البكسلات اللي انا بجيبها اللي هي السنتر بيكسل وحواليها البكسلات بتاعتها، وبيكون عندي في ويندو تانية او فلتر ببتدي ان انا اطبقه على الايه البكسلات بتاعتي كالاتي: باخد البكسلايه بتاعتي وبشوف البكسلات المقابله ليها بضربهم في بعض، وبعد كده برجع اجمع كل البكسلات ديت. يعني زي ما هو هنا عمل، خد الاي ضربها في الار، خد البي ضربها في الاس، خد السي ضربها في التي، وهكذا كل البكسلات، وجاب السمشن ليهم كلهم، وبكده انا عملت الكوريليشن بتاعي. لكن لو جيت في الحته ديت، هو هنا خلينا ناخد بالنا من حته الماسك سايز، دي المعادله بتاعتها. طيب في الكونفولوشن العكس، الكونفولوشن بيبتدي ان انا عندي الويندو ديت بتتقلب 180 درجة. بمعنى ايه؟ يعني لو انا ويندو داخلالي 1 2 3 4 5، هقلبها 180 درجة هتبقى 5 4 3 2 1. حقيقة انا مش عارفة هتيجي عليها مثال ولا لا، ولكن في مسألة انا كنت كاتباها كده ممكن ابقى انزلها في PDF تحسبا، يعني نبقى فاهمين هي بتتعمل ازاي. طيب فبالتالي انا عندي دي الويندو بتاعت الويندو اللي هي الاي بي سي، دي الويندو البكسلات بتاعتي، والويندو التانية اللي هو الفلتر هنطبق عليها بقى. هناخد الاي، مش هضربها في الار بقى، لا هضربها في العكس بتاعها بقى. لما نعمل 180 هتبقى الاي هتضرب في الزد، البي هتضرب في الواي، السي هتضرب في الاكس، الدي هتضرب في الدبليو تقريبا او بالظبط، وهبتدي اجيب السميشن ليهم كلهم برضو، وهكذا يبقى انا طبقت الكونفولوشن. طيب في معلومة في الكونفولوشن والكورليشن، الاتنين هيبقوا متساويين في حالة لو الويندو بتاعتي سيمتريك. يبقى كونفولوشن كورليشن هيبقوا متساويين لو الويندو بتاعتي سيمتريك. سيمتريك يعني وشها زي قفاها حاجة كده. طيب بعد كده هيظهر لي مشكلة تانية وهي البوردر. انا عندي لما اجي اشتغل على البكسلات اللي عندي، طبعا في بكسلات بتبقى على الحدود، فبالتالي لما هاجي هاخد البكسلات الحوالية تبقى في بكسلات ميسنج مش موجودة، فهتعامل معها ازاي؟ في كذا طريقة. اول طريقة ان انا ممكن ان انا يعني اشيلهم خالص اكنهم مش موجودين،
هشتغل مع البكسلات الموجودة دي طريقة. في طريقة تانية ان انا ممكن اعمل بادنج. البادنج دوت ان انا البكسلات اللي مش موجودة هحطها ولكن هديها قيمة بصفر او واحد، بس غالبا بنبقى حاطين صفر. طيب او حاجة تانية، في حاجتين تانيين زي الرابليكيت بوردر وفي زي الوارب اراوند ذا ايمج. ده المثال على البوردر اللي عندي هنا، عمل في الزيرو بادنج اول واحده، بعد كده عمل الرابليكيت والورب وهكذا. طيب بيبتدي يقولي بقى ان انا عندي البروسيس، البروسيسنج اللي عندي فيه حاجتين، في حاجه اسمها السموث وفي حاجه اسمها الشارب، او هنا كاتبين الجراديانت اوبريتور. طيب اول حاجه نتكلم عن السموث، فكرته ايه؟ فكرته ان انا بتبقى عندي الصوره ببتدي اخدها وبيحصل لها شويه بلورنج. طيب السموث بيعمل الاتي، بيشيل النويز اللي عندي في الصوره، بيحذف الديتيل الصغيره اللي موجوده، بيملا الجابس اللي موجوده عندي لو في لاينز او في كيرفز و ايه تاني، وبيعمل بلور للايمج. الايمج بتبقى يعني بيضيع الديتيلز اللي فيها دي، بس وحشته ان هو بيضيع ديتيلز كده في الصوره. وكل ما السايز بتاع الويندو بتاعه الفلتر السموثنج زاد، كل ما الديتيلز بتاعت الصوره بتاعتي ضاعت اكتر. طيب في نوعين، في لينير ونون لينير، هنتكلم عن اللينير بس. طيب في اي حاجه هنا انا نسيتها؟ لا. طيب كالاتي، اول حاجه هنتكلم عن الافرجنج. الافرجنج فكرته كالاتي، ان انا تبقى عندي الويندو بتبقى قد، لازم تبقى قد، يعني 3 في 3، 5 في 5، 9 في 9 وهكذا. بيبقى ليها افرج، يعني مثلا لو هي 3 في 3 فالافرج بتاعها بيبقى 1 على 9 في مجموع السمشن بتاع البكسلات اللي عندي. لو هو 5 في 5 فهتبقى 1 على 25 في السمشن بتاعه البكسلات. في نوع تاني من الافرج هو الويتد افرج. الويتد ده فكرته ايه؟ ان كل بكسلايه بيبقى ليها الويت الخاص بيها. طيب زي هنا بالظبط، يعني البكسل الاولى 1 على 16، البكسل الثانيه 2 على 16 وهكذا. بيقول لي ان البكسل اللي هي السنتر بكسل دي اهم واحده فيهم، وبيقول لي برضو ان هي بتبقى احسن في السموثنج الويتد. طيب في هنا حاجه انا نسيتها في اللي هو في الافريج، بيقول لي هو حلو للنويز بيشيلها، والسايد افكت اللي هو بيبوظ لي الايدجز بتاعتي بتبقى بلورد شويه. طيب عايزه اعرف ايه تاني؟ دي امثله. قبل ما ننزل على الحته اللي تحت، في حاجه عايزه اقولها. الدكتور قال 3 اسئله في الحته ديت، فياريت اللي يعرف يجاوبهم، او لو انا عرفت فيما بعدها بقول. اول سؤال، اول سؤال بيقول لي ان انا عندي في حته الويت اللي هي لما مثلا قلنا هنا في الويتد افريج 1 على 16، 2 على 16، 1 على 16، دي بيسميها السيجما. ازاي اعرف اجيب السيجما ديت في الانتجرال ايمج؟ ده اول سؤال. تاني سؤال كان بيقول لي اكتب لي السودو كود بتاع الافريجنج لما اجي اطبقه على الانتجرال ايمج. ده تاني سؤال. تالت سؤال بقى انا مش مجمعاه قوي، ولكن كان حاجه عباره عن ان انا عندي الانتجرال ايمج اللي هي دبليو في اتش في ان في ام، اخليها ازاي دبليو في اتش بس. انا مش فاكره السؤال ده قوي، لكن كان في حاجه كده، اللي عارفه يريد يقوله ونحاول نلاقي اجابه ليه. دي اسئله مهمه، نخلي بالنا ان هي اتقالت في المحاضره واتقعدت فيها شويه، فممكن لعل وعسى نلاقيها طبقت علينا في الامتحان، ان هو كلنا كده ايه يعني نضرب اخمس في اسداس. طيب ايه تاني؟ عايزه اسئله تاني في الحته ديت. هاو تو فايند السيجما و لا ده لسه ميديان تحت. طيب ننزل بقى لتحت، دي امثله عندي هنا اهو زي ما احنا ما شايفين. كل ما الفلتر زاد او الويندو بتاعتي كبرت، كل ما الديتيلز بتاعتي ضاعت اكتر، كل ما الديتيلز بقى فيه بلورد او في الايمج. طيب هيكلم لي عن نوع تاني من السموثنج وهو الميديان. الميديان احسن من الافريج. الميديان بيبقى بيشيل النويز بطريقه احسن، ما بيعملش بلورد للصوره. ليه بقى؟ لان هو بيبتدي ان هو بيصورت القيم بتاعتي، ويبتدي يطلع لي القيمه اللي في النص هي دي القيمه بتاعتي بتاعه الصوره اللي انا هستخدمها. ده بيساعدني في ايه بقى؟ لو عايزين نشوف المثال على طول، دي كانت في الافريج. المثال بتاع الميديان الصوره واضحه جدا، مطلع لي كل حاجه مظبوطه بالظبط، مش مبوظ لي الصوره او مخليها بلور. في حاجه هنا عايزه اقولها في الحته ديت، هو
وهنا بيقول لي الايدج بتاعته بتبقى البلور بتاعها بيبقى قليل شوية عن التانية. مفيش يعني حاجة تتذكر تاني في في الميديان. طيب بعد كده نخش على نوع تاني وهو الشاربنج. الشاربنج فكرته ايه؟ الشاربنج عكس السموث. السموث كان بيخفي ديتيل، الشارب بيظهر او بيبين الديتيل اكتر. طيب طبعا هو بيرموف البلورينج، بينهانس الديتيل. في من نوعين، النوع الاول الفيرست ديريفاتيف والسكند ديريفاتيف. طيب لما اجي هتكلم على الفيرست ديريفاتيف، هو بيجيب مدى التغير اللي حصل لي في الاكس ومدى التغير اللي حصل لي في الواي. فبيبتدي ان هو الاول هيشرح لي على حاجه على بروفايل كده، لو جاب لي صوره وجاب منه رو كده، فابتدي ان هو شرح لي طلع لي شكل يعني شكل الصوره او شكل التغير اللي بيحصل لي في الصوره. يعني هنا مثلا في الرامب ديت، في الرامب هو ابتدى ان هو من فاتح وابتدى ينزل لي، التشينج بتاعه كان بطيء شويه لحد ما وصل للغامق. كان في الايزوليتد بوينت ابتدت ان هي كانت غامقه، طلعت فاتحه، نزلت غامقه تاني، ما كانش فيه تدرج. الفلات كانت ثابته غامقه على طول. اللاين هنا اهو كانت غامقه، بعد كده ابتدى ان هو يتدرج يتدرج لحد ما طلع للفاتح ونزل يتدرج تاني لحد الغامق. والستيب كانت بدأ من اول هنا اهو، كانت مش عارفه هو ما فيش ماوس في السكرين، بس هنا اهو كده اهو مكان ما البوينت ديت اللي انا بعمل بيها بصبعي ديت الستيب. الستيب بدأت من هنا، ستيب قصدي ستيب بدأت من هنا، وبعد كده هوب مره واحده طلعت للفاتح. طيب الكلام دوت لما اجي اطبق عليه الفيرست ديرفاتيف هيحصل لي ايه؟ هيحصل لي تغيير في حاجات معينه، وحاجات تانية هتتغير ولكن مش التغير المهم اللي انا مش يعني مش محتاجة ان انا ابص عليه، لكن هنبص على حاجات معينة. زي ايه؟ زي هنا، هنا ابتدى اتغير عندي الايزوليت ديت، هي دي اللي اتغيرت، بقت هنا اهو زيرو كروسنج. يعني الايزوليت اللي هنا اهو في البروفايل الاصلي اتغيرت بقت زيرو كروسنج. طيب في هنا برضو الرامب عندي اتغيرت بقت برضو زيرو كروسنج. ده اللي انا عايزة ابص عليه، ده لما طبقت عليه فيرست ديريفاتيف. طيب في حاجه تانية هنخش عليها اللي هو السكند ديريفاتيف. يبقى اتكلمنا عن اول نوع، اول نوع بنشوف مدى التغير في الاكس مدى التغير في الواي، بعد كده بنيجي نطبقه بقى على البروفايل بنشوف شكل الايزوليت بوينت اتغيرت بقت زيرو كروسنج. الكلام ده زياده من عندي بس عشان خاطر اللي مش ما كانش فاهم حته البروفايل هنا يبقى قادر يستوعبها شويه او ايه اللي حصل التغيير اللي حصل يعني. طيب السكند ديريفاتيف بقى ابتدى ان هو جاب لي جاب الديريفاتيف الثاني للاكس والديريفاتيف الثاني للواي برضو، وابتدى ان هو عمل لي على البروفايل بتاعي، فابتدى برضو حصل لي تغيير عند الايزوليتد بقت بالمنظر ده بقت دبل زيرو كروسنج برضو. طيب كانت موجب سالب موجب. طيب بيقول لي السكند ديريفاتيف ده انا عملت منه بقى فلتر وسميته اللابلاسيان. اللابلاسيان دوت احسن في الديتيل بيطلعها اكتر واسهل في الامبلمنت. فطلع لي المعادلتين بتاعه الاكس اهي وبتاعه الواي، فابتدى ان هو جمعهم على بعض طلع لي معادله كبيره اللي هي المعادله ديت، وابتدى ان هو عمل لي منهم فلتر. الفلتر اللي هو كان بالمنظر دوت، لو انا جمعت المجموع بتاع الفلتر دوت هيطلع لي كله بصفر. طيب ده شكل الفلتر بتاع اللابلاسيان، لو جيت اطبقه على الصوره فهو هيطلع لي اوتبوت ايمج اللي هي اللابلاسيان ايمج بقى اللي هي فيها ديتيلز اكتر. لو انا جيت وعملت طيب ده مثال توضيح ليها، ده الاوريجينال ايمج، ده التغيير اللي حصل مش الاوتبوت، مش الاوتبوت لسه لا، ده التغيير اللي حصل لي. ايه الصوره اللي هي بتاعت الصوره دي بقى ايه؟ الصوره دي عباره عن ايه؟ جاب لي الصوره الاصليه بتاعتي اللي هو كانت هنا اهو، وطرحها طرح منها اللابلاسيان بتاعي، طرح منها الصوره اللابلاسي الصوره الاوتبوت اللي انا طلعتها اللي هي ظهرت فيها الديتيلز اكتر. طلع لي ايه بقى؟ طلع لي صوره اللي هي فيها الديتيلز بس، الديتيلز اللي زادت كانت ده الايه ده الفلتر بتاعها اللي هي كانت بالمنظر ده بس. وكده ده الشرب خلص. دي المحاضره الخامسه، ارجو ان انا اكون افدتكم بيها. اراكم في المحاضره الجايه ان شاء الله.